بسم الله الرحمن الرحيم. من الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نمر على الأمور المهمة من رسالة الشيخ بكر أبو زيد حلية طالب العلم. طالب العلم يتحلى بأمور ونلخصها في أمور ستة: مع نفسه ومع زميله ومع الكتاب ومع المكان ومع الشيخ ومع العلم الذي تعلم. فأذكر المؤلف الآن رحمه الله تعالى نصائح لطالب العلم. الإشكال عندنا، كل الإشكال في من يطلب العلم قبل أن يتأدب بآداب طالب العلم. جبريل عليه السلام في الحديث الطويل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة المتعلم المتأدب، جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبتعد عنه وإنما جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم. هو في الحقيقة هنا في الحديث متعلم، لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم. فنريد أن نعرف هذه الأشياء حتى نطبقها عمليا، لأن ليس الإشكال في العلم فقط، الإشكال في العمل. ولهذا أول من تسعر بهم النار، نسأل الله عافية والسلامة، عالم تعلم العلم ولم يعمل به، وعالم بعلمه لم يعمل، معذب من قبل عباد الوثن. نعم، استعين بالله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله: الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. ذكرنا أن الأقسام ستة. في نفسه ماذا يصنع؟ نعم، قال: العلم عبادة. العلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم، ولهذا ندرس التوحيد. نعم. قال الثاني: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. نعم، عليه الصلاة والسلام. ولهذا ندرس الفقه. إذن لابد من الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طالب علم تخلص تدرس التوحيد أولا، متابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تدرس الفقه وتعمل. نعم. الثاني قال: كن على جادة السلف الصالح. كن سلفيا على الجادة، فلواحد، كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، فلواحد لله، كن واحدا في واحد في اتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يتبرأ من السلف الصالح هذا يستتاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: ونعم السلف أنا لك. وقال: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي؟ قال: الجماعة. في رواية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ليست كلمة تقال باللسان، لا بد أن يصدقها العمل. الثالث: ملازمة خشية الله تعالى. لماذا نطلب العلم؟ حتى نصل إلى الخشية، لأن الخوف يكون من كل أحد، والخشية تكون من العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية ما هي؟ هي خوف، هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، فهي أعلى من الخوف. الخوف يكون من كل أحد، والخشية تكون من العلماء. طالب علم لابد يسير على هذا الطريق، يخاف ويتدرج حتى يصل إلى الخشية. نعم. الرابع: دوام المراقبة. دوام المراقبة، دائما يراقب، هل هو أتى بالطاعات، ترك المنكرات، أخلص، تابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، محاسبة ومراقبة لنفسه. نعم. سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. نعم، يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف فيقنط من رحمة الله، ولا يغلب جانب الرجاء. دائما يرى الذنوب كأنها جبل يكاد يسقط عليه، ومع هذا لا يقنط من رحمة الله. نعم. قال الخامس: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح،
متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. نعم، يتواضع طالب العلم لا يتكبر، يظهر عليه هذا في كلامه، في لباسه، في تعامله مع الناس، في حركاته، يصبر ولا بد يصبر، لأن الذي يصبر على جفوة المعلم، قال اصبر على جفوة معلم فإن العلم في زفراته، إذا غضب عليك المعلم هذا دليل على المحبة، فماذا تصنع أنت؟ لابد تصبر. وعندنا بعض الطلاب هو في الحقيقة هو المعلم لا متعلم، يتكبر ويترفع ويقول إما أن أدرس هذا الكتاب أو لا أدرس. نعم. قال واحذر داء الجبابرة الكبر. احذر من هذا الداء، من الكبر، من الحسد، من بطر الحق وغمط الناس. لا مانع للإنسان يكون ثوبه حسن نعله حسن، أما أن يتكبر يترفع على الخلق يرد الحق لا يمكن، هذا كبيرة من كبر الذنوب، بل أول ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى كان بهذا. نعم. قال السادس القناعة والزهادة. القناعة والزهد يا أخواننا، إذا طالب العلم لا يزهد في هذه الدنيا، من يزهد؟ العوام؟ إذا طالب العلم يفكر أن يكون له قصر ورئاسة ومنصب وزير الأوقاف، أو يعني يقول إمام للمسجد النبوي والمسجد الحرام، إذا كان لا يتواضع العالم، إذا من يتواضع؟ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أراد هذا اللي يعمل في السباكة عامل، قال اتصلوا لي العامل، اتصلوا بالهاتف، لا يوجد جوالات، فاتصلوا بالهاتف وكلموا المفتي محمد بن إبراهيم، قال يا أخي أريدك تأتي لبيتي وعندي بعض الأشياء تصلحها، قال أنت من؟ قال أنا محمد، قال محمد من؟ قال محمد بن إبراهيم، قال لا أعرفك، قال يا شيخ أنا محمد بن إبراهيم، قال لا أعرفك، إما تقول من أو أغلق الهاتف، قال يقال عني المفتي، يقال عني المفتي حتى لا يترفع على عامل، على عامل. وبعض الناس في هذه الأيام كما يقال أن الصحابة رضي الله عليهم ما احتاجوا إلى ألقاب، كان يقفيهم شرف الصحبة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما حصل النقص عند المتأخرين أراد أن يرفع هذا النقص بماذا؟ بالألقاب. وبعضهم قال يلقب بمحي الدين وهو ظلامه، محي الدين ابن عربي النكر الكافر الصوفي. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يحكي هذا من يسجل مع الشيخ نور على الدرب، قال أما بعد فهذا اللقاء مع سماحة العلامة، قال وقف التسجيل، تعيد التسجيل دون أن تقول علامة. حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى دخل على سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم رجل مهاب، دخل عليه حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله، فقال له المفتي، قال أنت حافظ اليمن حافظ الجنوب؟ قال حافظ اليمن أو الجنوب هو الله سبحانه وتعالى، أنا حافظ بن أحمد حكمي. ضحك المفتي، لا ما أرادوا هذا، ما أرادوا، كل ما ازداد في العلم كل ما ازداد في التواضع، كل ما ازداد في التأله، في العبادة، في الخشية. نعم. قال السابع التحلي برونق العلم، حسن السمت والهدي الصالح من دون حسن السمت في لباسه، جاء جبريل في صورة المتعلم المتأدب، ظهر عليه في لباسه، في جلوسه، في سؤاله، في إنصاته. نعم. قال الثامن تحلى بالمروءة. نعم، تحلى بالمروءة. ومما أدرك الناس، آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم. قال وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل، إما في الطبع أو في القول أو في العمل. نعم. من حرفة مهينة أو خلة رديئة. والله يا أخواننا طالب العلم أخذ أعلى وظيفة في العالم. أنا كنت أسأل الشباب ما هي أعلى وظيفة في العالم، قالوا في دبي في وظيفة الآن معلن عنها في كل شهر يأخذ مليون الراتب الشهري، وقال لي أحدهم قال لابد تقدم وكذا. سبحان الله،
نحن في أعلى وظيفة في العالم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح. وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فأنت في أعلى وظيفة في العالم الآن، لماذا تنظر إلى أرباب الدنيا؟ تنظر إلى أرباب الدنيا، هذا من يعمل فلاح، وهذا يعمل نجار، وهذا يعمل أكرمكم الله في الصرف الصحي، وأنت طالب علم معزز مكرم، الناس ينظر إليك يا شيخ يا فلان تفضل. وفي المجالس نقدم الفساق، إذا وهذا طالب العلم إذا كان لديه سجارة يخفيها، صحيح. المرأة السافرة إذا رأت هذا تستحي منه، تقول أعوذ بالله، فلان جاء يحترمون العائلة تحترمه كذا. ابن الجوزي عفى الله عنه وعنه قال جاءنا الشيطان وقال لي أنت عالم إمام، تعبت في الصغر، تعبت في الطلب حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، وأنت الآن عالم يشار إليك بالبنان وكذا. فقلت له يا خبيث ماذا صنعت؟ أي تعب تعبت؟ انظر إلى أرباب الدنيا، هذا من يكدح في الدنيا وكذا، وفي آخر الأمر لم يحصل شيء من أول الطلب، وأنا في راحة وطمأنينة ولله الحمد. فماذا تصنع؟ لابد هذه النعم لابد أن تشكر وتظهر عليك. نعم. قال أو خلت الرديئة كالعزب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. نعم، غشيان مواطن الريب، يعني لا يمكن يأتي في مكان فيه ريبة، يعني قال هذا أنا ما أذهب إلى الشاطئ الفلاني لأنه فيه ريبة، ولا أذهب إلى المكان الفلاني لأنه فيه ريبة، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. التاسع قال التمتع بخصال الرجولة. تمتع بخصال الرجولة، لأن الآن طالب العلم قدوة للآخرين، ينظروا إليك، ذهبت إلى المكان كذا، صنعت كذا، لبست كذا، نعم قدوة للآخرين ولا شك في هذا. العاشر قال هجر الترفه. هجر الترفه رفاهية، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاق. الحادي عشر الإعراض عن مجالس اللغو. إعراض عن مجالس اللغو، عندنا مجالس هذه ليست مجالس يعني لطلاب العلم، فلا يمكن يأتي مجلس يدار فيه الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة ويدار عليها الخمر، أو مخدرات أو الحشيش أو المعسل، ما يسميه الناس اليوم بالمعسل أو بهذه الأشياء. نعم. قال الثاني عشر الإعراض عن الهيشات. نعم، يعني تعرض عن الفتن، وبخاصة هذه الأيام الكل يتكلم في السياسة، الكل يتكلم في المظاهرات، الكل يتكلم في الحكام، في الأوضاع الاقتصادية، في كذا، في ما حدث. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا لا يعنيك يا طالب العلم، هذا لا يعني. يقول الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول من السياسة ترك السياسة، يقول لكن هذا لا يعني أننا لا ندرس مثلا الأمور التي يجب أن يكون عليها الحاكم، والطاعة تكون في المعروف وكذا 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 من هذه الأمور، هذا أمر، والدخول في هذه في الفتن والدخول في الكلام وهذا. ولهذا قالوا أن أكثر ما يفسد العالم أربعة، الأول نفس متكلم، وهذا يفسد العقائد لأنه يتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى وهذا أخطر شيء. الثاني نفس فقيه، هذا هو اللي يقول هنا، هذا نصف الفقيه يفسد البلدان لأنه يقول بالمظاهرات بالخروج بالسب بالشتم ولا ترضى ولا بد المجاهرة على المنابر. والثالث نصف طبيب، هذا يفسد الأبدان، ونصف نحوي يفسد اللسان، وسيأتي. نعم. قال الثالث عشر التحلي بالرفق. من دون الثالث عشر هكذا مشي. طيب. نعم، التحلي بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ولهذا الطالب الآن ينظر في المسائل، يتأنى ولا يستعجل. بعض الطلاب هدانا الله إياه مجرد يسمع كلمة يبدأ بالرد، ويعني أحيانا حتى يشد في الكلام، وقل لا الواجب اتباع الكتاب والسنة، صحيح. قال
أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدقت حتى لا يترفع عليهم وحتى لا يمدح بما ليس فيه. قال لهم أما إني لم أكن في صلاة، لأن غالب سهر هؤلاء في قيام الليل، ولكني لدقت، هذا السبب أنه لم ينم. قال ما صنعت؟ أدب في المناظرة سيأتي. قال ارتقيت، أي طلبت الرقية من غيري. قال ما حملك على هذا؟ ما حملك على هذا؟ أدب في الكلام، لم يترفع عليه، وما قال إيش دليلك ومن أين لك هذا. قال ما فما حملك على هذا؟ قال حديث لا رقي إلا من عين وحمى. الآن أراد أن يرد عليه، لم يقل له صنعت المرجوح أو صنعت كذا أو صنعت كذا. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس، أخذ يسرد الآن علم يخرج مناظرة بماذا؟ بعلم وفقه وأدب. ولكن حدثنا ابن عباس، فوائد تأتي من ماذا؟ من إشكال حدث له. المسيء في صلاته، أساء في صلاته، أساء في صلاته، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم يتعلم في مدارس، لا يعرف كيف يصلي أصلا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة وقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. أدب في التلقي. قال يا رسول الله أنا مؤمن أن الله هو الذي بعثك، وكل ما تأتي بحق، أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عليه الصلاة والسلام، علمني. كان في أول الأمر إيش؟ مذنب، وفي آخر الأمر متعلم. معاذ بن الحكم السلمي تكلم في الصلاة، زجر من الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما زجرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إنما هذه الصلاة. الآن مذنب، بعد هذا بدأ يسأل، قال يا رسول الله إن كنا في جاهلية، أصبح طالب علم بسبب غلطة ارتكبها، لأنه وجد حسن التعليم، ظهر على هؤلاء أدب الطلب. نعم. قال رحمه الله التأمل، التحلي بالتأمل فإن من تأمل أدرك. نعم، يتأمل في المسائل لا يستعجل، لأنه قد تنظر في مسألة وتعتقد أن هذه المسألة هي القول الراجح، ثم بعد التأمل تجدها مرجوحة. ولهذا قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي. ما معنى بالرأي؟ يعني بادي الرأي، أول ما يخطر على بالك في هذه المسألة ترى أن المسح أولى من أسفل، فإذا تأملت وجدت أن الأولى المسح من أعلى، فتتأمل، لا تستعجل، لا تقبل، لا إشكال، لكن لا تستعجل في الرد. وكنت أذكر لبعض الطلاب مسألة في الفرائض، هذه المسألة خالف فيها، اتفق عليها الصحابة وخالف ابن عباس رضي الله عنهما فقط، فزيد يخالف ابن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين، ابن عباس يحتج بنص القرآن، ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما. زيد عندما احتج ابن عباس بقول الله تعالى وورث أبواه فلأمه الثلث، قال زيد لابن عباس رضي الله عنهما قال يا ابن عباس أنا وأنت نفتي برأينا، لو سمع هذه الكلمة طالب من الطلاب لقال رد الدليل. عندما نتأمل وننظر في أول وهلة ترى أن الحق والدليل مع ابن عباس رضي الله عنهما، إذا تأملت في المسألة تجد أن كل الحق مع زيد، والاستدلال عند ابن عباس رضي الله عنهما في المسألة إذا كان فيها أبوان فقط، لكن المسألة اللي يحتج بها زيد رضي الله عنه وبقية الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين تذكر أن المسألة فيها الأبوان مع أحد الزوجين. نعم. المسألة أيضا الثانية، يقول العلماء يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله دون أن تقول له قل، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لعمه قل لا إله إلا الله. تأملنا في المسألة، نظرنا، وجدنا
أن العلماء يقول هذا الكلام في المسلم في تلقين المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الكافر، عندما تخاطب الكافر تقول له قل لا إشكال، أما المسلم يلقن برفق بلطف. نعم. قال رحمه الله: الثبات والتثبت. الثبات والتثبت، فلواحد كن واحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. قال: فرأيت، ثم قال في الحديث: والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد. هذا الشاهد أن تثبت وتبقى على هذا الطريق حتى ولو كنت وحدك، ولا تقتر بكثرة الهالكين. الثبات والتثبت، أول ما يطلب الإنسان العلم يرجع إلى طلاب العلم، هذا أكبر خطأ. لابد ترجع إلى العلماء الربانيين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطون منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بعض الطلاب هدانا الله إياه يبدأ بأصول الفقه، يأتي إنسان يقول لا خطأ، تبدأ بالأصول، لابد تبدأ بالنحو، والنحو أولى أولا أن يعلم، إذ الكلام دونه لن يفهم. يبدأ بالنحو، يأتي إنسان يقول يا أخي اتق الله، هناك من درس النحو وقع في الضلال، بماذا أبدأ؟ قال لابد تبدأ بالتوحيد. يأتي هنا ويأتي هنا ويأتي هنا، تمر السنين ولا يستفيد. ثبات وتثبت. الآن أول ما يطلب يرجع للعلماء التوحيد، يأخذ العلم ثم يبدأ يحقق، يبدأ يحقق هذا العلم. لكن بعض الطلاب مجرد تتكلم بكلمة قال عندي إشكال، عندي إشكال، عندي إشكال. يا أخي خذ العلم أولا من الكتب التي أوصى بها العلماء، من العلماء الرباني، ثم بعد هذا ابدأ وحقق في هذا العلم، خذ أولا. نعم. قال رحمه الله: الفصل الثاني، كيفية الطلب والتلقي. نعم. كيفية الطلب ومراتبه، من لم يتقن الوصول حرم.